الراديو 90 هواها مصر. تقول لي مين على فكرة انت في اللالا لاند خالص؟ احمد الفيشاوي طبعا. في حد غير احمد؟ طيب تقول لي على مين بقى هربانة منها؟ مفيش. بص مفيش حد عاقل. حد عاقل يعني ممكن ده اتقالت عليا بعد السبيتش. بس عايز اقول لك ان حتى ايه قال لك فهم. ممكن مثلا نقول على مي عمر جوه المسلسل ان هي عملت كل الشخصيات دي ولا لا؟ كده ياسمين عبد العزيز تزعل مننا. لا بنقول على ياسمين. بنقول على ياسمين بقى. يبقى ياسمين هربانه منها. بقول لها مبروك المسلسل السنه دي وعمل شغل كويس قوي وعلم الناس. الليله عندك مع فهد ابراهيم على الراديو 90.